هذا البرنامج يتضمن مشاهد قد لا تلائم الجمهور الناشئ، لا ينصح تتبعه من طرف الأطفال أقل من 12 سنة. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. مساء الورد مشاهدينا، في هذه الحلقة اليوم من برنامج مع الناس غادي نتكلموا من خلاله على واحد المشكل توقع في بعض الأسر المغربية. الأسر المغربية كيف تنعرفوا كتنهج مبدأ الصرامة. الصرامة هي مسألة اللي ضرورية باش نوضعوا الحدود لوليداتنا، الصرامة المعقولة. لكن الصرامة من انت تكون شديدة جدا لدرجة الخوف والرعب كتوصل لنتائج لا تحمد عقباها، بحال الحكاية ديال اليوم اللي من خلالها شابة غلطة وضعت الأسرة كلها في موقف حرج. غلطات مع شاب اللي كانت يعني عندها مشروع زواج معه، فمن الخوف ديالها من الغلط ديالها هربات من البيت بسبب هذا الخوف وهذا الرعب هذا، ومن اللي هربات من البيت وقعت فريسة ديال شبكة للدعارة. غادي نتبعوا احنا وياكم هذه الحكاية هذه الليلة مشاهدينا، ماشي للفرجة إنما للعبرة. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. مشاهدينا، صور ولقطات من الحلقة اللي غادي نتابعوا اليوم، من القصة اللي غادي نعيشوا احنا وياكم اليوم اللي فيها معاناة يعني من جميع النواحي، معاناة عاشتها فتاة اللي تعرفت على واحد الشخص قصد الزواج لكن العائلات وقفوا ضد هذا الزواج. هذا احنا غادي نعرفوا هذه التفاصيل احنا وياكم، غادي نكتشفوها من خلال اللي غادي تحكي لنا هي بنفسها. مرحبا بك معنا. مرحبا أسماء، جيتي باش تحكي لنا هذه القصة هذه ديالك، نعاودوها للناس وانتي مخبية ولا نعاودوها لهم بوجه مكشوف؟ مخبية ما يعرفوكش الناس. مرحبا بك أسماء، نتعرفوا بك؟ أسماء 20 سنة، كنت طالبة، دابا حاليا لا. قطعتي على الدراسة؟ بسبب المشكل اللي وقع ليا. الوغ حكي لنا على الوسط الاسري ديالك هو الاولى اسماء. حنا اسره كتكون من خمسه الناس، ثلاثه ديال الخوت والام والاب ديالي، انا الكبيره فيهم. كنا عائله زوينه، ما عندناش ما خاصناش، عاديين مستورين الحمد لله. حتى انا كنت كنقرا في الباك، داك العام كان عندي الباك، كنت كنمشي ليكول، تلاقيت بواحد الولد تما. شحال في عمرك ملي تلاقيتيه في الباك؟ كان عندك 18 عام 17 18 ما بين ما وصلش ل 18 عام. تلاقيت به صافي، تعرفت انا وياه، هو شويه ميسور و من عائله كبيره، عائله كبيره، وحتى الوسط المهني ديالو واصل. شحال كان في عمره هو؟ هو 23 عام، كان حتى هو مازال صغير. نعم، شنو يعني العمل ديالو؟ كان طالب؟ كان مازال يقرا حتى هو. اسي احمد، انت مالك؟ شتك تا كاس ساعتي ديالك ما شربتيش، ياك ما كاين باس. وانت كتجبديني عاوتاني؟ كيفاش كنجبدك؟ كيفاش كتجبديني؟ واش انت ام ولا لا؟ عقولي لي. اش باغي تقول؟ اللي باغي نقول، واش ما حسيتيش هاد الايامات باللي البنت تبدلت؟ ما حسيتيش بها؟ قولي ليا، واش الصباح لبسه وفي العشيه لبسه والرويح لعلك ترضى؟ ايوا نبقاو حنا هكا نتفرجوا. هذا وكان والدريه في الباك فرحانه براسها ومن جيلها وما دايره حتى شي حاجه. لا ما دايره حتى شي حاجه، لا ما دايره حتى شي حاجه. لا تبارك الله، انا تبارك الله عليك، ما عندي ما نقول لك.
أسماء راه تغيرات، ما لاحظتيش ولات عساهية، عقلها ماشي معاها، عام خشية في بيتها وسد عليها، وهادشي راه ما بقاش عاجبني. ترى الباك هذا والله لما سدت عليها وحفظات إلى نجحات، وبحال أنا ما كنعرفش بنتك. لا لا درتي لي أنا بحال أنا ماشي باها. أسماء هادي شهرين، سمعي ليا، أسماء هادي شهرين ولا ثلاث شهور تبدلات وهزيتي بنت وحطيتي بنت. يا عندها شي مشكل في المدرسة نمشيو معاها نحلو، ماشي مشكل. يا مريضة نديوها للطبيب. يا عندها شي حاجة أخرى قولي ليا. ديرها كلها ولي سمع هاد الهضرة ديالك يقول ما عرفت شنو واقع. تتهدد انت من حبة دير فيها قبة. تيش من حبة واش من قبة؟ عرفتي شي يجيك مليح تحزمي معايا وهزي معايا المسؤولية، وسمعيني مزيان انتي بالخصوص بارك عليا من الدخول والخروج. واش انا عارفين ما سولتك؟ انا غدا عند صاحبتي فرح، انا غدا عند صاحبتي لالا فاطمة، وانتي قابلي بنتك وردي ليها البال، راه هي كبيرة عندنا. تاش باغي تقول؟ انت ما فهمتكش انايا، انت ما دير هاد الحالة هادي، درية في الباك، شو واقع؟ شو بغيتي عاوتاني؟ اش بغيت عاوتاني؟ سمعتيش غنقول لك انا؟ انا بغيتك تكوني ام صالحة، ام مثالية، قربي منك بنتك الله يرضي عليك، خليها تحس بك صاحبتها ولا اختها الكبيرة، تعاود لك كل شيء، واللي وقع في بيناتها كان شي حاجة انا موجود. واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ هادشي كلشي انا فاهمة. ولا فاهمة طبقيه. وسمعي مني، ها انت ودني منك، راه لا مشات توقعت شي حاجة، راه والله لا رحمتك. ولا واه زيت فيه؟ زيت فيه؟ لو بغيتي نزيد فيه ايوا تصنتي وعطيني قلبك وعطيني ودنك، رجعوا للمثال اللي قالوا جدودنا، قلب البرمة على فمها تخرج البنت لفمها. ايوا زيت فيه بصح نيت هاد الساعة ولينا في حشية الهضرة. لا قصدع من هذا تشربوا ولا لا تشربوا. تعرفوا بان المراهقه هي مرحله انتقاليه، مرحله ضروريه في حياه الانسان، مرحله انتقاليه من واحد من الطفوله الى سن النضج. وهذه المرحله الانتقاليه الطفل كيعرف فين كان، المرحله الاولى كيعرفها ومعايش معها ومسانس مع هذيك المرحله، ولكن ما كيعرفش شنو هي المرحله الجايه اللي كتسناه. وهذه المرحله فيها غموض، وهو كيقلب على واحد التوازن، التوازن اللي كان عنده والتوازن اللي بغى يكون عنده، ولكن ما بين هاد المرحلتين اللي هما الطفل كان في التوازن وكيقلب على التوازن كيكون عدم توازن. إذن الآباء شنو خصهم والوالدين بصفة عامة شنو خصهم يديروا قبل مرحلة المراهقة؟ ماشي حتى المرحلة المراهقة عندنا حلول ترقيعية أو لا عاد نرافقوا ولا نواكبوا الأطفال ديالنا. قبل المراهقة خصنا نرافقوا الأطفال ديالنا مرافقة مستمرة ومستديمة. علاش؟ باش كنوجدوا لهم الأرضية باش ما يكونوش عرضة، باش ما يكونوش عرضة للناس اللي كيجلبوهم بإغراءات، باش ما يكونوش عرضه باش ما يكونوش فريسه للناس اللي ما عندهمش ضمير. صافي تعرفت انا وياه وقع واحد المشكل بيني وبينه. شنو هذا المشكل؟ بقينا كنتلاقاو حتى لواحد النهار كنت انا خارجه من المدرسه وما كنتش عندي حصه خاويه، بقاني قال لي حنا ديما ما كنلقاوش الفرصه فين كنجلسوا انا وياك، دابا منتي ما قارياش والدار عارفين القريه، يلاه نمشيو نجلسوا انا وياك في الدار. اين دار؟ دار ديالهم. دار والدي. اه فين كاين هو؟ صافي مشيت معاه قنعني عادي اي وحده مع شي واحد الهضره. شحال كان ديك الساعات بادي العلاقه بيناتكم؟ ماشي بزاف، شي ربع شهور. يعني كنتي تايقه فيه؟ اه كنتي مع بدايه الدراسه بدات العلاقة، مني بدينا في الدراسة تعرفت عليه. صافي حتى وقع واحد مني مشيت انا وياه وقع مشكل بيني وبينه. شنو هو المشكل؟ فقدت في بدري ديالي وتما كنحس حسيت براسي بحال تحولت حياتي ل كيفاش يقولوا الجحيم. اسمع ما كيفاش بكي؟ اولا الحلف عود على مني كنبكي، واش عرفتي شنو درتي ولا ما عرفتيش؟ عرفتي شنو درت وغادي نتزوج بك. هادي هي الهضره اللي كتقولوا كاملين، كديروا قد راسكم وكتقولوا غادي نتزوج بك. اسمع تقي بيا،
انا ماشي في حالو، انا كنبغيك. سمعتي؟ واختارتك من دول البنات باش تكوني مراتي. سمعتي منير؟ انا مزوقه فيك، انا مزوقه فيك يا منير، ما تخلاش عليا، انا مزوقه فيك. كاين شي واحد كيتخلى على حياته؟ سمعتي؟ ثقي بيا، كوني هانيه، عرفتي انا وياك غادي تفرقنا غير الموت. منير عافاك منير، ما تخليش عليا، كنطلبك عرفتي الا تخليت عليا راني غادي نطيح، غادي ندمر. وصافي صافي، نمشي نجيب لك شي عصير. واش غنبقى ليا العصير منير؟ عرفتي بابا رسق الخبر والله حتى يذبحني. وماما، ماما مسكينه، ماما هي الضحيه في هادشي كامل. وصافي اسمع، صافي غادي نقاد الامور مع بابا وغادي نجيو نخطبوك، غير عطيني غير شويه ديال الوقت. سمعتي؟ عطيني شويه ديال الوقت. غادي نعطيك الوقت ولكن منير ما تخلينيش. غاديش نخليك. سمعتي؟ ما نخليكش تضيعي، حيت الا ضيعتي انتي حتى انا ضيعت، الدنيا ما كتسوى والو بلا بيك. سمعتي؟ عطيني شويه ديال الوقت، غادي نجيب بابا وماما حتى للدار عندكم، غادي نخطبهم، غنديرو الكحل في البيض، كاع داكشي اللي تمنيت. صافي صافي، يلاه صحيت مالي، صحيت مالي. ياك غتخطبني؟ غنخطب. غادي نتزوجو؟ غادي نتزوجو. سمعتي؟ كوني هانية. صافي أقولي أنا كنت نخليك، وكل ما كنت كنتخليك ما غاديش نجي معاك. نحن نعرف بأن فترة الشباب أو العزوبة طالت، كبرات، طوالت بزاف. زمان المغربي كان كيتزوج في 18-19 سنة إلا ماشي قبل. الآن معدل الرسمي عند الرجل هو 33 سنة، وعند المرأة ما بين 29 و30 سنة. في هذه الفترة كلها كيف يعيش هذا الشاب وهذه الشابة حياته الجنسية، وبالتالي كيف يمارسها؟ طبعا ما كنخبوش الشمس بالغربال كما يقول المجتمع المغربي، هناك ممارسات جنسية خارج الجواز في المغرب، ويجب الآن أن نتحدث عنها بشكل يجعلنا نفهم الوضع كما هو، حتى لا يكون هناك الغموض ويقع ما يقع اليوم من أخطاء فادحة جدا. أنا رغم ديك الهضرة ديالو كلها وداك الشيء، إلا وكتجي الصورة ديال الأم ديالي قدامي وديال الأب ديالي صعيب. إذا إلا مش حتى عرف شي مشكل ولا هذا، عارفة شنو العواقب ديال هاد المشكل اللي أنا تسببت فيه. نعم صافي، مشيت للدار تبدلت، ما بقيتش انا ديك اسماء اللي كيعرفوها، كتجلس معاهم في الطبله، كتضحك معاهم في الدار، كلشي تيهضر معاها عادي، وليت غير منطويه. زاد عليا في بيتي. ام ديالك ما سولاتكش شنو كاين؟ مني لاحظت عليا بانني وليت ما كناكلش، ما كنجلسش معاهم، حتى الدراسه نزلت فيها مع انني كنت متفوقه وكان الحلم ديالي كبير في انني نوصل وداكشي، ولكن هي لاحظت داكشي كتقولي لي مالكي شنو عندك، واش دارك شي حاجه؟ كنقول لها لا ما دارني، وكتقول لي ما يمكنش، كنقول لها غير مع الحفاضه. حتى قالت لي نديك الطبيب. السي احمد دخلنا عليك عبد الله لما تهدن. تهدن شي هان، واش انا كنشوف شي حوايج ماشي هما هذوك وماشي في الموضوع، وكتقولي لي تهدن وكتدخل عليا بالله؟ الله سبحانه وتعالى راه رحيم بالعباد ديالو، راه بنتك اللي ما رحمتناش. اودي الله يهديك، اللي سمع هاد الهضره يقول ما عرفتش شنو واقع، راه حنا قلنا لك على الخلعه ديال الباك. لا 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 لا، ما تعاوديش لي هاد الهضره، ما تقوليهاش ليا، هادي ماشي دقه الباك. واش غيكون كاع؟ اش غيكون كاع؟ بنتي انا عارفه، وربما انا عارفه اكثر منك. بنتي انا عزيز عليها، مقطر ليها من عينيها، وهاد الايامات ولات هاكا تهرب مني، وبالخصوص ملي كنسولها على شي حاجه ديال الدراسه، اولا كنبغي نتناقش معاها في شي موضوع ولا شي اي حاجه كنبغي ندير معاها، كتبان لي خصها عم تتفك مني. يا ودي تهدن تهدن، راه ما كاين والو، الله يهديك راك زدتي فيه. لا لا الحمد لله صافي، فهمت والو في كامل اليوم. السلام. وعليكم السلام. بابا السلام.
يا بنتي، بنتي أسماء بنتي، اسمعي لي، أحوال ديالك هاد الأيامات راه ما بقاتش عاجباني. قولي لي يا بنتي أسماء، أشنو واقع؟ رانا باباك، هذا ماماك، وحكي لنا أش كاين. يا ودي راه ما كاين والو قلنا لك. ربطي عليا فمك أنتي، واش فين ما دويت مع بنتي تعارضيني؟ أنتي كتدرقي عليها، وأنا غادي نحملك المسؤولية ديالها من اليوم. أنا غادي نخرج هاد السوق، يلاه دبر راسك أنتي وياها. شاد المشاكل اللي دارها ليا، شاش واقع؟ شي صداع اللي نورتي ليا؟ أنتي شنو عندك؟ شنو واقع لك؟ مالكم قاعد تحاميتو عليا أش كاين؟ وما عندي والو، أمالكم؟ واش ما حيلتي السطخيز ديال الباك؟ واش ما حيلتي ليكم؟ لا بنتي على هاد الحسب هذا، غنديك تشوفي خاصك شي طبيب نفساني على هاد الحسب هذا، ولا عرفتي غادي ديري كاع؟ انا غادي نديك عند الطبيبه ديالي تقلبك وتعرف شنو عندك. كيفاش؟ قلت لك غادي نديك عند الطبيبه ديالي. وما خصنيش ماما، وما خصني لا طبيبه ولا طبيب. غدا قلت لك غنديك عند الطبيبه ونبينا عليه السلام. سالينا الطبيبه مصيبك احلى هادي. بصفة عامة التربية خصها تكون تربية الحال ليست بتربية المقال. أن الأطفال ملي كيشوفوا الوالدين ديالهم كيفاش كيتجاوبوا، كيفاش كيتعايشوا مع بعض المواقف، حتى هما بطبيعة لا موديليزاسيون اللي كنسميوها لا موديليزاسيون أو النمذجة، أنهم كيعاودوا نفس السيناريو، كيعاودوا كيستنسخوا نفس الطريقة باش عايشوا بها والديهم وباش تعايشوا معهم بها. إذا الآباء خصهم في هذه المرحلة والوالدين بصفة عامة في هذه المرحلة خصهم دائما يكونوا في استقبال الأطفال، يستقبلوا ولادهم واخا يغلطوا، خصهم يستقبلوا، خصهم يتقبلوا، وخصهم يسألوا، يكون عندهم واحد فن ديال إلقاء الأسئلة. علاش درتي هذا التصرف؟ علاش ما درتيش تصرف آخر؟ ومين درتي التصرف هذا؟ شنو كانت النية ديالك ما وراء هذا التصرف؟ وغنمشي معاه تدريجيا بأسئلة، وأسئلة اللي كتكون أسئلة بيرسوناليزي. إذا لكل طفل عنده أسئلة، لحيت لكل طفل عنده كيان، كل طفل عنده اعتقادات، كل طفل عنده هوية، كل طفل عنده كيان. ماشي عندنا في الدار عندنا 4 ديال الأطفال ولا 5 أننا غنتعاملوا معهم بنفس الطريقة. كيف كنتعاملوا مع الولد ماشي كيف كنتعاملوا مع البنت، كيف كنتعاملوا مع ولدنا الكبير ماشي كيف كنتعاملوا مع ولدنا الصغير. كل واحد عنده هوية ديالو، وكل واحد خصنا نتعاملوا معه بالطريقة تلائمه لشخصه. لهذا خصنا نتقبلوا، نستقبلوا الطفل بالسلوكات ديالو كلها، تكون سلبية ولا إيجابية، نستقبلوا الطفل ونستقبل التصرف. خصنا نديروا فرق ما بين التصرف وما بين الشخصية. الولد اللي انا كنت معاه ملي كنعيط له ولا تنبغي نهضر معاه تي كيبقى كل مره كيعطيني حجه في الشكل، اليوم غدا اليوم غدا، حتى واحد النهار جاني فاس قال لي انا ما يمكنش ليا نتزوج بيك وانت ما عرفتيش عائلتي انا وانت يايا وما غاديش يقبلوا لي يقبلوا عليك، وسيري شوفي شكون اللي دار لك هذا الشيء وماشي انا بوحدي. ايوا شفت هاد الايام كنعيط لك وما كتجاوبنيش. شيخ ما كاين باس. ما انا جيت شنو بغيتي؟ كيفاش شنو بغيتي؟ واش انا عالم بيا الله وانت كتقول لي شنو بغيتي؟ واش بغيتي نقول لك؟ ها اش بغيتي نقول لك؟ هاد الايام راه مشغول، سمعتي، تنقاد شي امور باش نبني مستقبلي، هذاك الشيء علاش انا راه ماشي هو هذاك. حتى انا سيدي ماشي هي هذيك، ومصدعه وراسي غادي نفاجر، حيت والدي يا سيدي حسوا بلي كاينه شي حاجه، والواعره الواعره في هاد الشيء كامل هي ماما قالت لي غادي نديك عند شي طبيب ولا طبيبه. ولكن مني سمعتك كتقاد امورك على ود مستقبلك ارتاحيت. وانتي مالك؟ كيفاش؟ بابا قرر باش غنمشي ندير الدراسات العليا في الخارج. شنو؟ عاود. ايوا كيف سمعتي؟ ومني غادي تمشي انت للخارج تكمل قرايتك انا شنو غادي ندير؟ كيفاش اش غديري؟ كملي قرايتك وعيشي حياتك كيف ما بغيتي. مالك؟ ما فهمتش هاد الهضره اللي كتقول فيها منير. كيفاش عيشي حياتك؟ واش انا باقي ليا شي حياه اللي غادي نعيشها؟ واش تحمقيتي ولا شنو؟ واش واعي شنو كتقول؟
شوف منير، ما تقولش لي انا هو تخلى عليا وتمشي. شوفي سير قلبي لك على شي فيكتيم، سمعتي؟ اما انا راه بزاف عليك توسمك شي ما تشك، بغيتي صافي بغيتي تلصقي ها صافي لصقة. سيري سيري شوفي شكون تكرفس عليك، وهذيك النمره نسيها ونسيني حتى انا معاها، كتسمعي؟ وسمعتيني ولا لا؟ اش هاد الهضره؟ راه ما فهمتهاش انا، راه ما دخلتش ليا لراسي. كيفاش نسالينا نسيها؟ ما فهمتش. ما فهمتيش؟ من اليوم ما كتعرفيني ما كنعرفك. يلا سالينا يلا. انت اللي ضيعتي لي حياتي، راك انت اللي تكرفستي ليا وعارف راسك وقلت لي غادي نخطبك، وانت عارف هذا الشيء يا منير. واش نسيتي نهار قلت لي تسمعني غادي نجي نخطبك ولا لا؟ حلي هذاك الباب ونزلي يلا، راه صافي وقتك سالا. نزلي يلا شتي من اليوم ما بقى يشوفيني ما نشوفك، ما تعرفيني ما نعرفك، سالينا. منير 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 منير، حرام عليك لا تخلينا. منير منير واش تخلينا ديا انا منير؟ واش ما عليك منير؟ ويلي عباد الله، ويلي عباد الله قدر تقت فيه، ويلي عباد الله فين غنعطي الراس، ويلي عباد الله كي غندير شوف والديا، ويلي عباد الله تقت فيه وغدر بيا، الله يا ربي الله، حشم عليك، دعيتك الله، دعيتك الله ياخذ ليا منك حقي، دعيتك الله. الله يا ربي الحالة التي نتحدث عنها اليوم هي ضحية هذا السكوت عن الحياة الجنسية في المجتمع المغربي وعن إيجاد حلول رسمية لهذه الحياة الجنسية. فهي هذه المرأة ليست ذكر بل هي أنثى، وخطأ الحياة الجنسية للأنثى في المغرب أفضح بكثير وأهول بكثير من الخطأ الجنسي للذكر، بل أن المجتمع المغربي قد يسمح للذكر ولا يسمح للأنثى. فإذا فقدت الأنثى بكارتها أصبحت عرضة للضياع، عرضة لربما أن تتحول حياتها إلى جحيم أو أن تعيش في الشارع، بينما الذكر إذا ارتكب علاقة جنسية خارج الإطار الشرعي فهو يعتبر رجل. تصور الشعبي والمخيلة الشعبية لهذا الفعل الذي ينتقل من جنس إلى آخر بهذه الصورة يزكي ما نسميه نحن الطامة الكبرى والمشاكل الكبرى التي نعيشها، لأن العلاقة الجنسية هي بين طرفين، مع مرة كتكون من طرف واحد، فلماذا نحمل المسؤولية لطرف وننسى الطرف الآخر؟ لكن ماماك حسيتي باش كاتف شي حاجة ولا؟ لأنها مخلت جميع الوسائل دارتهم معايا وجميع الفحوصات، يعني من ناحيه كيف قلت لك طبيب ديال الشهيه، كلشي كلشي كلشي. ملي كانت كتهضر معاك شنو كنتي كتقول لها؟ لان الام راه تتحس بنتها، يعني كتقول لي مالك مالك مالك، حيت وليت بزاف حتى الهضره ما بقيتش كنهضر، وليت غير ساكته، يمكن نجاوبها على كلمه وكلمه الاخرين ما نجاوبهاش عليهم. صافي هي صافي ديك اللحظه شكات بان كاينه شي حاجه، وحدنا قالت لي غنديك عند الطبيبه ديال النساء. صافي تما كتبدا المعاناه ديال بصح. مشيت انا ملي قالت لي هكاك خفت، حيت عارفه غنمشي فعلا الطبيبه ما غتقول لها شنو كاين، شنو غيكون، كيفاش يكون الشكل ديالي قدامها، رد الفعل ديالها، وهذا خفتي منه؟ خفت منها ومن الاب ديالي اكثر. صافي فكرت شنو ندير شنو ندير، وانا باقا صغيره ما عندي لا فلوس ما عارفه فين نمشي، ما موالفاش كنفوت المدرسه الدار، يعني كيف نقول لك تخربقات حياتي. هزيت الساك ديالي خرجت. الله يا سيدي ربي، واش هاد المكتوب كتب عليا؟ كنت جالسه واكله شاربه ضاحكه ناشطه، فعدت مع والديا
حتى سقت بواحد غدار رماني وخلاني ومشى. ولكن هذا هو اللي ما يسمعش كلام والدي، هذا الشيء اللي كيجرى لي. يا ربي دير شي تاويل ديال الخير يا ربي، ونمشي قبل ما تجي ماما وبابا، نشوف اش من مدينه غادي نشد. هربتي من الدار؟ ما هربت من الدار. فين مشيتي؟ مشيت حتى لقيت راسي في المحطه ديال اللي كيسافروا منها. لقيت واحد السيده قاتني كنبكي، قالت لي مالكي؟ قلت لها راه شوقالي. بقيت فيها مالكي جالسه بوحدك؟ كيما نونسك ولا شي حاجه؟ متونسني ما نونسك، الله يرحم لك الوالدين. بعد ملي طالع لي الدم خليني واحنا غفهرني. ايه ضربت نتعرف. حيدي يدك. عادي مع السلامة. السلام عليكم. السلام. مالك الغزاله جالسه بوحدك وكتبكي؟ والو خالتي، ما منيتي شي حاجه. كيفاش والو؟ انت هام الدنيا هزه على كتفك. خويا ليا قلبك وعاودي ليا شنو طاري. اش غادي نعاود لك؟ اش غادي نعاود لك قصي قصه؟ كيفاش غادي نعاودها لك وانا ما عارفاش حتى باش باديه وحتى باش غادي تسالي؟ باين ليا شي واحد ضحك عليك. كيفاش عرفتيها انت؟ راه باينه بنت زوينة في حالك، باقا صغيرة وبنت دارهم، بالصيف ما يضحك عليها شي واحد. والله إلا بحالك أنت معانا خالتي. قولي لي يا حبيبتي، عندك عند من غادة؟ ما عندني عند من غادة، باغا جمعت حوايجي وقلت نشوف اش من المدينة غادي نشد. شوفي غادة تمشي معايا، ما يخصك معايا حتى شي خير. بصح خالتي. وقلت لك قولي يا حبيبتي، ويلا نوضي. ياخا حبيبتي. ياخا. هاد المرحله ملي كيخرج الطفل للشارع، كيخرج الطفل كيبغي يعيش الحياه ديالو كيف بغا هو، كيكون في التطرف، كاين كل او لا شيء. ملي كيخرج للشارع وكيشوف شنو كاين، داك الفرق الشاسع وديك الهوة السحيقه اللي بين الشارع وبين البيت، البنت في غالب الاحيان كتنحرف كتمشي للدعاره، وولد كيمشي كينغمس في المخدرات وكينغمس في الكحول وكينغمس في ما هو كيجيب ليه هذاك لو بليزير، وكيجيب ليه ديك النشوه اللي ما لقاهاش، النشوه العاليه، النشوه في التوب ديال اللي ما لقاهاش في الدار. الوغ في هذه الحاله واش هاد الاطفال غنجريو عليهم؟ هاد الاطفال ديالنا غادي نرميوهم؟ لا، ما يمكنش. خصنا نحتضنهم، خصنا نكونوا سموحين معهم، خصنا نكونوا عطوفين معهم، خصنا نكونوا حليمين معهم احنا من الجهه ديالنا، وكنعطيوهم انهم يتواكبوا بمرافقه نفسيه مع اخصائيين نفسيين، مع مرافقين اسريين. وكذلك هنالك في المغرب دابا المجتمع المدني التحسيس المستمر، كاين جمعيات ديال رعايه الطفل، كاين جمعيات ديال رعايه الاسره، كاين جمعيات اللي كيحتضنوا حتى العازبات اللي عندهم اطفال، لان الحمد لله دابا البلاد ديالنا غاده في انفتاح وتفتح، وانها تستقبل جميع الحالات، وانها مسامحه، وانها كتواكب العصر، وبانها كتوجد جميع الاليات وجميع الادوات باش الاطفال ديالنا يرجعوا راشدين الغد باقل الاضرار. مشيتي مع المدينه ديالها؟ مشيت مع المدينه ديالها. داتك لدارها؟ اه داتني لدارها. الغريب هو ان ملي كندخل المدينه ديالها او الحي فين هي ساكنه كيبانوا ليا شي مناظر وشي بحال شنو هاد المناظر؟ اصلا داك الحي اللي دخلنا ليه عشوائي بزاف، وفيه ناس العيال اللي فيه شكلهم غريب. اول مره تنشوف انا فحال هكاك كنلقاو في ديك البلاصه اللي ساكنه فيها ديك السيده. ملي دخلنا مع الحومه فين ساكنه هي بالضبط، كنلقاهم لابسين شي لباس فاضح ماشي. حتى وصلنا للدار، وصلنا للدار قالت لي مرحبا بك دخلي، عطاتني قالت لي دوشي هذا دخلي عومي بتحيد لك العيا. فعلا لبست هذا، جلسنا بقينا واحد الوقيته كنسمع الدقان في الباب. هنا غنبدا نفهم الفيلم كي داير، الفيلم شنو فيه وهاد السيده شنو هي. وصافي جا واحد السيد دخل قالت له بالهضره انا ما فهمتش، السلعة جديدة. حبيبتي
حبيبتي حبيبتي على السلامة. الله يسلمك، فينا هما البنات؟ سعيدة راه ناعسة. إيوا والبنات الآخرين فين شادينها؟ غير يتقداو يجيو. إيوا كاين شي ولا غالفرشي؟ راه من نهار اللي سافرتي كلشي بقى عندي في الكتاب. إيوا الرضا والحلوة مقردة. حبيبتي شكون هاد البنت؟ هادي أختك جابها لك الله، ونوض يديها الدوش وفركيها وجيبيها. هي الأولى. شوفي شكون. حاضر يا أبليتي. اجي لهنا حط الصباغ وانتي متلفينك غا الصبايغ لهاد المصيبه الكحله هادي. قربي حبيبه عندي لهنايا، قربي ما تخافيش، قربي عند خالتك قربي. سلام. اهلا سي عزيز، مرحبا. الله يحفظك. ايوا عاد السلامه. الله يسلمك. نوضوا سيروا لبيتكم. يلا شكون الغزاله هادي؟ هادي السلعه الجديده. ويلي 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 سلعه جديده. لا لا رحمه عرفتي زعزعتني هاد السلعه ديالك جديده وحق الله يلعنها. هاد السلعه ديالي. ايوا كحب وكحب تطلع العاقه. واه كشتي لي انت. ايوا بالصحه والراحه السلعه الجديده سعادتي. بالصحه. نحن نعرف حينما يلجأ الإنسان إلى الشارع المعاناة والمخاطر التي قد يعيشها من سوء الصدف أنها لن تجد أثناء هروبها إلا محترفة في الميدان وتأخذها إلى عالم نحن كلنا نعرفه هو عالم الضعر بمشاكله بكل ما يمكن أن يتصوره الإنسان وهي في مقتبل العمر. لماذا كل هذا؟ لأنه هناك نظرة اجتماعية لسلوك إنساني طبيعي بطريقة غير علمية وبطريقة فعلا غير اجتماعية. طبعا ماذا سوف يحدث؟ يحدث أنها سوف تلجأ إلى مدينة مغربية فيها هاد السيدة لها مقرها تمارس الدعارة بشكلها المعهود، فتتحول العلاقة مع الذات عند هذه الشابة من آفاق مستقبلية ظاهرة بالحلم بالزواج بالاستقرار إلى كيف سوف تتعامل مواضع جديد سوف يكون جسدها هو موضوع الحوار وهو موضوع المقايضة وهو وسيلة للعيش. لم يعد الفكر، لم يعد العمل، لم يعد المهنة، بل أصبح الجسد. هذه معاناة ربما قد يستهين بها البعض وقد يجدها أنها منتشرة، لكن حينما ندقق فيها نجدها فعلا أنها تولد انحرافات تجعل من المجتمع لا يسير على هدى ولا يسير على خطى قارة. جلست يتشرح لي طبيعة العمل ديالها، بديت كندب ونبكي و... غادي يكونوا الناس فهموا علاش تتكلمي يعني دار الدعارة. دار الدعارة. شحال دامت المدة وانتي كتشتغلي قلتي عند هاد السيدة؟ شي عام ونص. عام ونص. حتى لواحد النهار جا واحد السيد من من الناس اللي كيجيو. مني جا بديت قال لي كيفاش انت باقا صغيره جدك لهذا الشيء هذا، بديت كنبكي. بقيت فيه قال لي غتنوضي غتمشي معايا. قلت له ما غاديش تبغي خالتي رحمه، راه ما غاديش تبغي. قال لي لا غادي تبغي. حبيبتي قربي عندي لهنا وطلقي لي ديك التغوبيشه راها ما كتجيش معاك. اودي حبيبتي راني من نهار جيت لعندك وراني كنضحك غير بزز. ومالك بالسلامة شنو خاصك؟ واكلة شاربة ناسة ما خاصك حتى شي خير. السلام. السلام. كي دايرة؟ نضي لبيتك. ياك ما كاين باس انت شتكولي شي ساكن عندي هنا في الدار، واش مشاركة معايا ولا شنو؟ هذيك البنت راه ماشي ديال هادشي. وشحال هذه قلت لك غادي نديها غادي نديها. وحتى انا شحال هذه قلت لك هذيك البنت راها غاليه عليك وما تقدرش على ثمنها. علاش غاليه عليا؟ طلبي الجاك. ايوا طلع واحد البريكه. بريكه هي اللي ما تعاودش. ها هي شيك 10000 درهم. هاي هاي هاي. ايوا بالصحه سيدي. اسماء اسماء اسماء. هذه الشابة سوف تعيش تجربة أخرى وهي أخطر من الأولى، وهو حينما
سوف يلاحظ جمالها وشبابها، شخص له من الإمكانيات، وسوف يستفردها لنفسه. كيف ذلك؟ سوف يذهب عند السيدة التي لها هذا المقر، مقر الدعارة، ويوظف كلمة خطيرة جدا، وهو اشتري منك هذه البنت. اشتري، فهنا هذا المصطلح نشري منك كيدل في دلالته السيميائية على أبعاد خطيرة، أنها انتفت عنها إنسانيتها وأنها أصبحت بضاعة. اشتراها لماذا؟ لكي يمارس عليها نزواته ورغباته دون اعتبار أنها إنسان. طبعا سوف يشتريها مع التحفظ على الكلمة، ويجعل لها بيتا ويختصها لنفسه. هذه المعطيات كلها قد جعلنا نتساءل، من المسؤول في هذه الصورة؟ هل هذه الضحية أم من يستغل هذه الضحية؟ طبعا سوف نجد دائما لا في الحالة الأولى ولا في الحالة الثانية المسؤول، الشريك في الجريمة، الشريك في الفعل دائما مغيب، وكأنه لا علاقة له ولا مسؤولية له بالموضوع. وديك ساعات ما عندك حتى شي خبر على الأم ديالك، والديك تيقلبوا عليك، عندك تليفون أكيد، يعني واش ما تتصلش بيك؟ هذا هو المشكل اللي خلاني نزيد أنني نصبر على داك الشيء اللي كنت عايشة عند هذيك السيدة، لأن ملي كنحاول نتصل بصاحبتي ما عنديش الوجه باش نعيط لدارنا، شمن وجه غنعيط به؟ ملي كنعيط لصاحبتي كتقول لي الأم ديالي بالفخصة ديالي وهذا، عرفت بأنها مرضات، جاها المرض الخبيت، يعني تسببت بزاف المشاكل في فترة قليلة بسبب غلطة ارتكبتها أنايا بقلة عقلي. شحال من مرة تبريت منك، وهاد المرة هنا مازال كنتبرى منك، قلت لك حس أسماء ما تبقايش تجبدي ليا. واسي حمد ورا الكبدة هذه اش غادي نقول لك؟ ما قدرتش ننساها. قدرتيش ننساها؟ أنا اللي ضيعتها، ها هي كبتك، واش انا اللي ضيعتها؟ وانت اش بغيتو عندي؟ نتوما تفرقوا عليا. انا ما غادي نتفارق معاك حتى تجيب لي بنتي. ياك قلبتي تاعيتي راسك وخرجتي وجريتي وما خليتي حتى بلاصه وبلا نتيجه، احياني وما ضاعت صحتي وما بقيتش قادره نقلب، والله ما نزقى حتى نلقى بنتي، راه انت اللي ضيعتيها عليا. دابا فاش عينك؟ عقول لي فاش عينك دابا؟ واش باغا تمرضيني؟ واش باغا تتماخد حداك تماك؟ تتفرق عليا وبعدي مني؟ ودي مازال زايد فيه، مازال زايد فيه، شكون اللي مرضني من غير صداعك؟ شكون اللي مرضني من غير غوتك؟ لا انا اللي مرضني. شكون اللي هرب ديك الدرية من غير غوتك؟ كلشي نهار ومطر وانت تغوت عليها تهربت. هي انا السبب، وما عقلتيش من اللي كنت كنقول لك كوني أم صالحة، تقربي من بنتك، عارفي اش عندها، عارفي اش خاصها، ولكن داكشي ما دخلك لا من هنا ولا من هنا. هاتي لحقتي على كلامي دابا. وحياني سي حمد مازال غزايد فيه وقلبك قاصح. أنا اللي عزايد فيه؟ وأنا غادي نوريك. اش غادي توريني أكثر من اللي أنا فيه؟ اش غنوريك؟ واخ، وهانتي من اليوم ها طريقي ها طريقك، وبراتك غادا توصلك. انتوما ما باغين تهناو حتى تقتلوني انا عاد باش انتوما تهناو. يلا ها براتك غادا توصلك. شو معلك السي احمد؟ رجع لله السي احمد. السي احمد طفل بصفة عامة مي كيطيح في مشكل عويص، والمشكل العويص هو انه كيطيح في مشكل البنت، كيمكن تكون انا عرضه ديال شي راجل ضحك عليها، هادشي اللي كنقولوا بالدارجه ديالنا، ضحك عليها وخذ ليها البكاره، ولا طفل انا ضحك عليه شي حد وداه انه نحارف ومشى نغامس في عالم ديال المخدرات وديال الخمور. في هذه الحاله الاطفال ديالنا ملي كيكونوا مسلحين، ملي كيكونوا مواكبين، ملي كيكونوا مرافقين، كيبان لهم هذا المشكل مشكل في حد ذاته، ولكن ملي كيطيحوا فيه كيرجعوا للاصل، حيت كاينه الساس كاين الركائز، حيت ملي كيكون الساس والركيزه ديال التربيه البناءه والتربيه اللي عندها اسس صلبه اللي فيها داكشي كله اللي قلنا، الحب والود والعطف والحنان والصبر، وانك يمكن تخفق ولكن غتوقف، سكون لا ريزيليونس، انك طح
لاني توقف ومين توقف اشنو غتعلم؟ اذا ملي كيكون الطفل كاين داك الرابط العاطفي اللي مشبع بالحب ومشبع بلا توليرانس، اننا كنكونوا اندولجون متسامحين مع اطفالنا. الا طاح وناض كنصفقوا عليه، برافو طحتي ولكن شنو تعلمتي؟ ملي كيكون هذا الرابط قوي المتين العاطفي اللي كله الحب واللي كله احترام، الطفل واخا كيطيح واحد الهوة، كيطيح فواحد المأزق، كيدير شي حاجة اللي يمكن لها تصور المجتمع كله يقول شي حاجة لا تغفر، لا هو كيقول لا عندي حضن رجع ليه، عندي والديا اللي كاينين دائما باش يحتضنوني باش يواكبوني، وهاد الوالدين خصهم يكونوا متسلحين بالصبر. مشيت معاه فعلا تاني للدار، غادي في الطريق تيقول لي شوفي انا راه غادي نديك حتى ترتاحي شويه، ومن بعد غادي نمشي نهضر مع الوالدين ديالك ونجيب والديا ونخطبوك ونجمعوا هادشي. بغا يتزوج بيه. بغا هادشي اللي قال في الاول. هادشي اللي قال. شحال بقيتي معاه في الدار؟ ما بقيتش معاه بزاف، شي 3 شهور بحال هكاك. قال لي انا غادي ننزل نهضر مع مالين الدار ونجيو. فعلا خلاني قال لي نمشي 10 ايام ونجي. قلت له واخا. اليوم غادي يجي عزيز باش يجيب والديه وتعرفوا عليا. يا ربي غادي يجي ويخطبوني من دارنا، هذه هي الفرحه الكبيره. حمدتك يا ربي وشكرتك. هذا غادي يكون عزيز. دازت 10 ايام الاولى، 10 ايام الثانيه، التليفون تاعو ما كيجاوش، ما بقيت فاهمه حتى شي حاجه. يعني عاوتاني بدات عندي دوامه واحده اخرى. حتى لواحد النهار كنسمع الطقان في الباب، طق طق، نجيت نحل لقيت جوج عيالات. عزيز؟ هاي 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 هاي، قالت لك عزيز، أدوية خطفت الرجال، هذه هي انت. شكون انا؟ قالت لك شكون انا؟ انا هي لالاك موت عزيز، عرفتيني دابا؟ خالتي مرحبا. بعدين داك الشيء شوفي هذاك التلوعيب ديالك وداك التلحوين ديالك اللي درتي على ولدي ما ديريش عليا، انا هذاك هو النهار اللي ما عمره غيكون ليك، سمعتي ولا لا؟ شاد هضره خالتي، حشومه عليك. حشومه عليا؟ ولا انت يا لاله محشومهش عليك اللي فرقتي الراجل على ولادو ومراتو؟ دوي ما دويتيش ولادو؟ ولادو. والله خالتي ما كنت عارفه بلي عنده ولاد ولا مرا، راه ما قالش لي هادشي. سمعي سمعي، سمعتي اش قلت؟ ما كنتيش عارفه؟ وهانتي عرفتي يا دابا، عرفي هانتي عرفتي دابا. شوفي هذاك التلوعيب ديالك قلت لك ما ديريش عليا، وزيدون الراجل راه مزوج، اش كتعرفي ولا لا؟ جيت قدامي وبرا برا. خالتي بلاتي ناخذ حوايجي. خالتك وتاخذي حوايجك، الله يعطيك الخلا من عندي انا، وانت ما بقاش من حوايج عندك، تجي نهار الاول جيتي بلا حوايج، يلا برا. وغناخذ حوايجي ونمشي. اشرافك يلا برا، ما نبغيش نشوف كماتك تدور ليا في هذا السيكتور. يلا تو ما يخليها سلع، عارف ما كانت الشيطة على حبابها تلصق في السيادة. تو حشومة عليك الهضرة اللي كنقولها، حشومة عليك. يا ربي واش انا مسخوطة مع والديا؟ يا ربي. تما تماك ثاني بدات، تما بدا التشرد ديالي. خرجتي من الدار؟ خرجت من الدار، هاد المرة ما خرجتش من دار لدار وحدة أخرى، أو خرجت من الدار للزنقة الشارع. بقيت كندور من بلاصة لبلاصة، نعس في المحطات، في الجرادي، توليت مع الناس اللي تيكونو جالسين يعني بالعربية الشمكارة، وليت الشمكارة بحالي بحالهم.
وليت حتى تنتسول في كنطلب في الفيروجات وفي الشوارع وفي كل شيء اللي حتى واحد النهار تصادفت مع ناس من العائلة. شدرا من الله يرحم الوالدين، شدرا من الله يتوب عليك. اسماء؟ شكون هذا اسماء؟ دير امك كلا عرفت اسماء. اسماء بنت سي احمد، من نهارها بنتي خرجتي من الدار، امك مرضات تحطمات، شحال وهي كتقلب عليك ماماك. اسماء ميمكنش ميمكنش ما نعرفكش. ماما كيف بقات ماما عنك؟ سمعت بلي هي مريضة. ماماك مريضة بزاف، واللي ما كتعرفيش هو بسبابك العائلة تفرقات، باباك طلق امك، خرجتي على أسرة بنت. انا السبب عمي ولكن راه الشيء اللي عطى الله، راه الزرقه ما عطاتني حتى شي حاجه. اش غادي ندير؟ اش غتعطيك بنتي؟ علاش هربتي؟ علاش؟ ومشي لخاطري امي، ماشي لخاطري. كيفاش ماشي لخاطرك بنتي؟ راك خرجتي على اسره، ماماك ماماك مسكينه، ماماك مشات تهلكات بنتي. عمي اش كاين؟ انا مزوقه في ما تشوف. واخا بنتي، ولكن ميمكنش تشوفك في هاد الحالة. اش غادي ندير عمي؟ كيفاش غديري؟ إلا شافتك في هاد الحالة غتمرض، غتموت، غتصدم. عرفتي اش غندير؟ غنديك للدار كاينة الحاجة، غتبدل عليا هاد الحوايج، غنشريولك حوايج جداد، غديك للحمام، غتنقاها يا بنتي. صافي عمي، وديك الساعة تقدر تشوف ماماي. غادي تشوفيها، ولكن نديك المركز علاج الإدمان ملي تحيدي عليا هاد الحالة اللي تصابتي بها. هذيك الساعة نجيب لك ماماك حتى للدار. صافي عمي، اللي درتيها أنا معاك. صافي واخا بنتي، واخا بنتي، الله يرضي عليك. يلا يلا بنتي يلا. هاد البنت هادي منين عاشت هاد المشاكل المتتالية، دابا كاين واحد الفرضية أنها يمكن لها أنها تحقد على جميع الرجال، تحقد على العنصر الذكوري. كيفاش غنمكننا نسترجعوا هذه الثقة في هذا العنصر الذكوري في الرجل؟ خصنا نعاونوها أنها تسامح أولا مع الرجل، تسامح مع نفسها، تسامح مع عائلتها، وتسامح مع المجتمع ككل. لهذا ميمكنلاش دير هادشي بوحديتها، لازم أنها تكون عندها مرافقة، مرافقة نفسية. وهذه المرافقه النفسيه اللي غادي تجعلها انها غيمكن لها توقف، وغيمكن لها انها تكون عندها اليات وتكون عندها تقنيات باش تعامل مع الراجل اللي غيمكن لها تلاقى معاه غدا ولا بعد غدا، باش تعامل مع المجتمع، باش تعامل مع العالم ككل. حيت الا بقات في هذا لو سيركل فيسيو، في هذا الحلقه المفرغه ديال انها فيكتيم، ضحيه الرجل، ضحيه الجلاد، ضحيه المفترسين، انا غادي تبقى عندها هاد لو شيما، هاد السيناريو، غتعيش بها الحياه كلها ديالها، وغادي تزيد تقابل مشاكل اخرى، وغادي لها تراكمات اخرى على الصعيد النفسي اللي غيمكن لها تودي بها لضياع، ويمكن لها تودي بها لخلل، لخلل نفسي، خلل نفسي مهم جدا وخطير. لهذا ان هاد الفتاه اليوم خصها مرافقه من العائله، مرافقة من المرافقين الأخصائيين في المجال. ما داونيش عند الأم ديالي في الأول، داوني وقفوا معايا، نقاوني، داوني للطبيب باش نتعالج من الإدمان اللي وصلت لي، لأنني وصلت واحد المرحلة خيبة بزاف. صافي شوية جابوا لي الأم ديالي، وبطبيعة الحال ممي شافتني نسات كل شيء. شحال كنتي عبرتي عليها؟ عامين؟ لا كثار تكون، ماشي عامين. كانت هذيك هي السبب ديالي الرجوع معاهم للدار. ماما تعطلت عمي فؤاد،
ايوا بنتي درنا مع عمال 12 مازال شي شويه، عرفتي هاد الوقيته راه صعيبه بزاف باش توصل ما هي وما لونها. والله عمي فؤاد لا توحشت ماما بزاف، وعرفتي نتوما خيركم ما عمرني ما ننساه. يا بنتي ماشي بالجميل، الله يكتب علينا غير مكاتب الخير. ايه شكون كان يقول اسماء بنت السي احمد توصل لهذيك الحاله اللي كنتي فيها؟ قلت العقل عمي، قلت العقل هي اللي وصلتني لهذه الحاله. كاينه بنتي، روا كانت تجربه قاسيه مريتي بها، تكرفستي فيها انت وشتتي اسره اهلك. انت عمي فؤاد انت كاتب كبير، علاش ما تالفش شي كتاب تخلي فيها عبره على كل بنت اللي كتمشي في هذا الطريق؟ تبارك الله عليك، فكره ممتازه وعلاش لا، ولكن غنركز فيها على كل وحش كيتكرفس على بنات الناس، على طفوله بريئه كتأدي الهلاك اسره بل خراب مجتمع باكمله. لا حول ولا قوه الا بالله. الله على بنتي. بركي بركي يا الحاجة. الله مرحبا. الله ريحي ريحي. الله عليك بنتي. وجيبي شي حاجة. إيه واخا. يلا. ولا حاجة مسكينة القلب الكبير الله يجازيها بخير. بارك الله عليك. تفضلي تفضلي. الله على بنتي. بارك الله عليك. تفضلي. فتا بنيتي لا شفتك باباك. راه قولي فرحك. فرحة كبيرة هذيك. الحاجة. الحمد لله. والله الحاجة اللي توحشت ماما من عاودش لك باغا نشوفها. وانتو ما خيركم كبير عليا عمرني ما ننساه لا انتي ولا الحاج. الحمد لله بنتي. بنيتي ما درنا غير الواجب، ما درنا شي حاجة. هذا هو وقت الحاجة. شوفوا شكون؟ تشوف ماما. لا بنتي ماماك بالعكس، انا كيبان لي بهذا المرض ديالها غادي تحيا. يلا بنتي يا ربي يا ربي. ماما والله يا ماما انت شوقتيني اللي قاعد تبدي ماما. الله يسلمك. كيف حالتك ولات بلادك؟ ماما اسمحي لي، اسمحي لي يا ماما على السبب في هادشي كامل. شوفوا عليك ابويا، شوفوا عليك ديري فينا هاد الحاله. شوفوا عليك الطبيبه ديالي. ماما اسمحي لي. بنتي تقطعتي فيا في قلبي، شحال قلبت عليك وشحال سولت عليك، باه شوفي حالتي شوفي كي وليت. عافاك ماما اسمحي لي، اسمحي لي خرجت عليكم. على سلامتك، الله يكثر خيركم بعد اللي جمعتوها لي وجدتوها لي. لا ما تقوليش هاد الهضره، حنا ملي جمعناكم وجمعنا هاد الشمل هادي هي الفرحه الكبيره. حسيت بالراحه بنيتي من قبيله تتقول لك غادي نشوف ماما ونطلب منها السماحه، نطلب منها السماحه. خرجتي من الدار ما كناش ما كنشوفوك. سمحي لي يا ماما، سمحي لي يا ماما، العقل ما كانش يا ماما. وسامح بنتي، علاش بنيتي سماوها المراهقه؟ راه كترهقك انت الاولى عاد الوالدين. ولكن ماما كنت سمعت كلامكم ما نوصلش لهاد الحاله، تشردت في الزنقه ماما، ما نعاودش لك شنو داز عليا. ماشي مشكل، ندمت ماما. الله يجعلها مغفره الذنوب. هادي هادشي اللي كاين. الحمد لله. كنشكرك بزاف انت والحاجه، خيركم عليا بزاف، عمرني ما غادي ننساه. عرفتي كون ما تلاقيتكش لعلم الله دابا شنو كان غادي يجرى فيا. وانا كنشكر مركز علاج الادمان اللي وقف بيدي، ولكن هادشي كله
انا السبب، انا السبب، انا السبب. صافي يا بنتي صافي، ماشي بوحدك انت لي السبب، احنا كنا السبب. ايه احنا بنتي كنا السبب، نبدا من والديك هما الاولين السبب، كان خصهم ينصحوك ويزيدوا نصحوك ويتبعوك، واول وحده من الوالدين هي الام، كانت خصها تكون قريبه منك، تعرف كل حاجه عليك الشاده والفاده وتتقرب لك، وماشي غير والديكم السبب. والدين والدين الولد حتى هما السبب، كون حسنوا التربيه ديال ولدهم، كون حسنوا التربيه ديال والديهم ديال ولدهم، ما غاديش يتكرفس على بنات الناس. اه كلشي السبب، الجيران اللي غابوا والحباب اللي تفرقوا والصحاب اللي ما بقاو صحاب، كلشي السبب، كلشي السبب. وحتى انت يا بنتي، حتى انت السبب. فين في الوقت اللي كانوا كينصحوا فيك الوالدين كنت تتبعي كلامهم؟ ايه ولكن لا حول ولا قوه الا بالله، هادشي اللي كتب، انما ينصحك بنتي هادي. الحمد لله، هذا هي صحة الفرح اللي رجعت لامها. كاينه الحاجه، ولكن علمتونا هاد الفرحه ما تكمل حتى ان شاء الله ودعوا معايا رجع السي احمد لمراته وبنته، هذيك هي الفرحه الكبيره عندي. يا ربي يا ربي تقرب تقدرني باش نرجع هاد الشمل. وحنا كلنا كمجتمع مدني كنا بالمكونات ديالو بالذكور بالإناث بالأطفال خصنا نكونوا دايرين خلية وحدة، لأن المجتمع، لأن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وإلا كانت الأسرة صلبة ومتينة وعندها ركائز وأسس كيكون هذا التجليات ديالو كتكون على المجتمع. لهذا الوالدين إلا استعصى عليهم الحال، إلا ما قدروش يواكبوا ويرافقوا الأطفال ديالهم، ماشي أنه إخفاق أو لا أنه فشل، لا بالعكس، فإنهم خصهم يعترفوا باش حتى الأولاد والأطفال ديالهم يعرفوا الوالدين أنهم اعترفوا بواحد الحاجة اللي استعصت عليهم، غادي يتعلموا كيفاش أنهم غيواجهوها بطريقة مثلى. كيفاش هاد الوالدين هما براسهم خصهم تكون عندهم مرافقة، هما براسهم خصهم يمشيو يشوفوا أخصائيين باش يرافقوهم باش يكونوا والدين في المستوى أولا. ثانيا إلا استعصى عليهم تقرب الأطفال ديالهم، حتى الأطفال يمكن لهم يتصفتهم عند أخصائيين مرافقين أسريين أو لا أخصائيين نفسيين باش يعاونهم في هذا السيستيميك، يعاونهم في هذه المنظومة الأسرية اللي هي النواة الأولى للمجتمع الصالح. الدرس اللي تعلمتي من هذه التجربة هذه اللي عشتي شنو هو أسماء؟ ودرس يعني شنو نقول لك، خايب بزاف، ما عرفت شنو نقول لك، يعني عرفت بحق الوالدين، عرفت بحق تكوني في الدار وتكوني مستورة ومسدود عليك الباب، ماشي في الشارع اللي داز كيدير فيك اللي بغى، كنت عرفت بحق صحتي اللي ضيعت في المخدرات وبحق الجمال ديالي، واخا كل واحد عنده حقه، يعني تواضع بزاف الحوايج، عرفت بحق بزاف الحوايج ضاعوا مني اللي كانوا زوينين وحتى المستقبل ديالي. معاناة هذه الشابة جعلت منها أنها تتحمل مسؤولية لمفردها، وأية مسؤولية، مسؤولية النبذ، مسؤولية الاتهام، مسؤولية الأخذ بزمام الأمور، وهي فاقدة لكل الإمكانيات المادية والمعنوية لممارسة حياتها العادية، فلا يبقى لها طبعا أن تمارس هذه المسؤولية إلا في الوضع الذي هو عليه وهو الشارع. الشارع بحد ذاته ماذا يعني؟ يعني العنف، يعني الاغتصاب، يعني الاستغلال الجنسي،
يعني الأمراض الممكنة، يعني اللجوء إلى كل أساليب الانحراف بما فيها المخدرات أو السيليسيون كما يقول المغاربة أو الميكا أو غيرها، كل هذه الأشياء هو معرض لها. فعلا هذه الشابة مرت من كل هذه المراحل. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، لأنه هناك في عقلية شبابنا نظرة إلى الخطأ على أنه انفاتاليتي، على أنه نهاية الكون. ماذا لو أنه مثل هذه الأخطاء احتضنتها الأسر واحتضنها المجتمع؟ هي راه بنتك، إذا وقعت في الخطأ أو وقع ولدك في الخطأ، علاش كيكون هذا الحيف في التصرف؟ هناك عائلات في المجتمع المغربي التي أصبحت تغير موقفها بشكل إيجابي تجاه هذه المشاكل، وأصبحت تعتني أكثر بالإنسانة من أن تعتني ببكارتها، أصبحت تفكر في آفاق هذه الإنسانة وهذه البنت، بنت الرحم، بنتهم، بنت حمل نسبهم، حمل بنت عائلتهم، والتي لا تنكرها لمجرد خطأ معين. أصبح هناك واحد تغيير العقليات، لكن مع الأسف العقليات الأخرى السائدة هي لا زالت تحارب بشكل لا مسؤول مثل هذه الظواهر، لأنها تحمل مسؤولية فقط لطرف واحد. من خلال حكاية الليلة مشاهدينا في برنامج مع الناس، غنوقفوا عند هذا المشكل هذا ونعيدوا النظر في بعض أساليب التربية. نعرفوا أنه إحنا أولى بوليداتنا من أننا نرميهم للشارع بسبب الخوف والرعب، وأن الأخطاء ممكن تتدارك، وحتى إذا كانت أخطاء صعبة فإحنا أولى بأننا نصلحوا هذه الأخطاء ديال الأبناء ديالنا عوض أنهم يوقعوا فريسة لدئاب في المجتمع. غادي نتلقاو إحنا وياكم الأسبوع المقبل بحكاية جديدة وعبرة جديدة. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة.